الله يحفظك رحمه. خليكي رحمه، في عندي موضوع بس نسيت اقول لك اياه. على راس الشباب الله يسعدك. الله يحفظك حبايب القلب، تحياتي لكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. الله يسعدك. لحظه هو يسوي نفسه يطلع، ما راح يطلع. وانا انتظر ينزل. حركات حركات عنده. حركات شباب والله. لا لا ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. شنو حكم انه رحمة عيد ميلادك؟ ايه الله حلو. إيه بما انه عيد ميلادها فراح نعطيها، راح نسوي ثلاث بيضات. انت قاعد تسوي فيها الموت البطيء عمار. انا والله مالي يا زلمه. قلت لي شوي طحين وشوي وحده، خلينا نسوي كيكه. لا 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 تعطوا عليها حرام والله. هذا ايش فيه؟ هذا يحكم عمار ما بيحكم، انا بعرفه. لا لا شو، لا والله نعرفكم، ناصر وعمار ويمين. أيوة. الثلاثه اللي بلعب معاهم يحكمون. يمين منو؟ تامرين عمر يا رحمه. يمين. 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 عمار ما ادري ايش قالت اسمي ايه. متوتره متوتره من الحكم، متوتره. خلاص بس اكتبي في البايو اسمي بس. شو مده يوم؟ يلا نكتب عمار هسه. بكتب عمار الكوفي بس. والله يستاهل، والله يستاهل. انا اصلا ما في داعي اكتب البايو لانه كتبه بقلبي. الله يا حبيبي. الله الله يسلمك. هذا 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 بيدمرنا عمار. لا لا لانه عندي ابن اخت كثير بحبه اسمه عمار كمان. بعد خلاص بعد خذاك بزاويه ما تطلع. الله يسعد لي يا مان. احس صوتك جميل في الغناء، ممكن اسمع لك شيء بالغناء؟ لا بهوي. لا لا والله صحيح. والله ما يطلع معي. لا ما يطلع معي. انا القاء عندك طبقه صوت حلوه صراحه. هلا شوف انا كالقاء بلقي لك. انا كنت انا اشتغلت بالاذاعه شوي. ايه يعني اشتغلت بتقديم البرامج. انا دارس مسرح فلهيك اشتغل على صوتي اكثر. ما شاء الله. فهمت علي؟ انا شاغل مسرح، انا دارس مسرح وبقدم كنت مسرح. كيف كيف اوصف لك اني انا انسان مغرم بالدراما السوريه التاريخيه؟ لحظه انا جدا جدا جاهل في الدراما السوريه مثل باب الحاره والامور هذه، ترى ما تابعتها. لكن سجل عليك. سجل عندك مسلسل صقر قريش، ربيع قرطبه، ملوك الطوائف، تيم حسن، شو اسمه خالد تاجه، جمال سليمان. الجديد الجديد شنو تابع؟ أموت عليهم. لا صراحة السنين راحت. معروف هلا شوف، نحن مو إنه تفاخرا يعني، بس معروف إنه الدراما السورية التاريخية المسلسلات التاريخية السورية هي الحمد لله يعني أكثر نجاحا هي السوريين، لأنه الفصحى معنا شوي تطلع نقية صح شوي نوعا ما. فهمت علي؟ صح فلهيك صح الحمد لله الله موفقنا بهذا الموضوع. صح والله مبدعين مبدعين ما شاء الله. مسلسل صقر قريش من أروع المسلسلات، كان معتمد على الفنانين السوريين. لك في ايه شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، شو كان اللي عمر بن الخطاب كمان شفته؟ ايه الولد الشاب اخراج ايه حاتم علي. لك فيها الله يرحمه. الله يرحمه حاتم علي. شوف بس هذول هو هذا صوته صوته لك يحس يحس صوته بس كان تسجيل مش تسجيل صح؟ لا لا في إيه؟ تكنيك معين بيعملوه. بس شوفوا يا جماعة في ثنائية صارت ما تتكرر في تاريخ الوطن العربي كله. شو هي؟ الدكتور وليد سيف وحاتم علي. أوه أوه ما يتكرر. هذولا هذا وليد سيف هو كاتب صاحب فكرة المسلسل. وحاتم علي المخرج. وليد سيف أتوقع فلسطيني صح؟ نعم نعم. دكتور وليد سيف هو حي ولا؟ والله ما بعرف. إذا حي الله يطول عمره، وإذا مات الله يرحمه. دكتور وليد سيف وحاتم علي شكلوا سلسلة مسلسلات مستحيل تتكرر في تاريخ الوطن. يعني عندك حاتم علي ومصطفى العقاد، يعني هدول كانوا خسارة كثير كبيرة للدراما السورية، للفن السوري بشكل صحيح عام. يعني مصطفى العقاد صحيح كان معروف بأفلامه، وحاتم علي يعني معروف على صعيد الدراما وحتى بالسينما. هدول كانوا خسارة كبيرة بصراحة. هلا في كثير مسلسلات على فكره تاريخيه. هذا بشهر رمضان في مسلسلين تاريخيين كثير قوايا. صح انا عندي واحد بس صديق مقرب، يعني بيني وبينه تواصل واتصال ولقاء، سامر المصري. سامر طبعا استاذ سامر، اقعد معه في اسطنبول، صديق يعني. استاذ سامر تحياتي لك، شلون؟ مؤدب ومحترم والله. طبعا طبعا الحمد لله. اي والله والله ما في منه، كلكم محترمين ورائعين. اي والله مبدعين. الله يسعدك.
الله يسعدك الله يسعدك يا شباب. تعرفوا مسلسل توينسا؟ تعرفوا مسلسل توينسا؟ لا اعرف شعراء اعرف ابو القاسم الشابي. انت شو اسم مسلسلات بتونس؟ بس ما اعرف مسلسلات تونسيه. انا شوف لي حل انا بسمع انا بعرف الممثله عز سليمان ما اعرفها تونسيه؟ أنا لا لا اذا شفت كمان عملت دور تاريخي كثير حلو. شنو؟ عز سليمان اذا بتعرفوه. لا والله ما اعرفها. دوره قوي كثير. في اي مسلسل؟ في مسلسل ال 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 اولاد مفيدة. اولاد مفيدة ايوه اولاد مفيدة اولاد مفيدة مسلسل أيوة. جدا انا بتابع. شوف انا بتابع كثير يعني بتابع تونسي بتابع يا مان. تدري منو الخطير عندي؟ مين يا مين تبعه كثير تلعب معك جولات البند؟ مين هي؟ هي عزة فصلت عليه رحمة. رحمة انت حطيتي الاسم. طلع ال طلع هيك في هذا فتحه في الحساب الاخر والله بقفل وبحفل. لا 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 تقفلي. لا 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 خليكي خليكي لا تقفلي. مش الحكي يا رحمه. في ممثل مغربي اتوقع مغربي او تونسي اللي مثل دور حمزه في مسلسل عمر بن الخطاب. مغربي هذا الرجل عنده مخرج الحروف مو طبيعي. ممتاز ممتاز يا عمار. انت بتعرف مين كان اخذ دور شو كان اسمه وحيش اللي وحشي 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 تعرف من وين ها؟ هذا من ليبيا دكتور على فكرة. هذا الله يرحمه مات من فترة. صح دكتور هو أخي. نحن في يعني أنا بصراحة بحس إنه هيك مسلسلات تاريخية لازم تكون ميكس لازم تكون مشكلة. اللي ما تابع صقر قريش وربيع قرطبة طافوا شيء كثير والله طافوا شيء كثير بها. طبعا بس أبدعوا ترى بمسلسل عمر بن الخطاب. أبدعوا زير سالم يا سلام. زير سالم مين تابع زير سالم؟ الله زير سالم بيهجموا عليك وليبه أو الله حاجة جميلة يا أخي. بس تبي الصراحة نعم الدراما التركية بعد صراحة مش طبيعية تاريخية أرطغرل والمسلسلات هذه مصيبة. إي لا قوايا بصراحة يعني. محمد مفتاح صح اسم الممثل محمد مفتاح مغربي. مزبوط مزبوط مزبوط. طيب بتسمعني شيء يا يمان ولا لا؟ اسمعك شيء؟ ايه اغنية. ابي اغنية بصوتك. اغنية ما بغني ها والله ما بغني. لو بغني كذا جاء في بالي ان صوتك يعني في الغناء جميل. لا والله لا والله لو بغني. جرب جرب يا يمان جرب. لا يا زلمة مش خسران جرب. لا لا اغاني ما بطلع معي. ماكو احد بس احنا يعني. بدك قصيده بعطيك قصيده. بدك هاي بس انه تغني ما بطلع. يمين تسمع فيا شي راب يا رحمه. ناصر يمكن يغني راب. راب لك لا يلا راب. راب انا بنتش تنكيف بعمل تحيات يا زلمه. شكله يستحي قدامنا بس هو وعده بالبل يسوي راب. لا لا تحيات اسماء يا زلمه. يلا نسمع يلا. ايش تسمع؟ راب. اي شيء راب. راب انا راب يا زلمه. لا لا راب ما عندي انا. العيد عيد اللي تجيبه انت احلى عيد. روح بس روح. ما مشي انا العيد لك. انا ما بستحي انا ما بخجل. ما بستحي لا بدي اقدم لكم شيء. بقدم لكم شيء كويس. ما بحب. يلا يلا تفضل. شو بتحبوا؟ غني يمين يمين غني لنا الغنيه اللي تقول هذيك بتاع الراب تاعك. كيفاش هي لك عمي؟ ما بدي اغني راب. بغني راب فصل عليها. بس انا فصلت عليها اخي دايا. رحمة ندمتي. ما بقدر اغني راب شباب لانه الكومنت هيك قدوا. هلا ما بقدر انا لما بفتح بغني راب بخرب الدنيا. شو حركاته؟ لا لا اسمحوا لي بدي انكد عليكم. انتم طلبتوا مني لا رح يخصمنا عليك والله.